سنشتغل بكل الجهود على تخفيض الأسعار، لكن يجب أن نتفق مرة أخرى بأن هناك المضاربين، وغادي نقولها وغادي نعود نقولها، وهذه وظيفتنا جميعا أننا نحط بعض الأحيان حتى ذاك المجهر ولا لوب نحطوها فين خصو يتحط. ماشيش معناه بأنه الحكومة خصنا نعفيوها، لا، الحكومة يجب أن تقوم بشغلها، كتقوم به وخصها تقوم به وخصها تستمر تقوم به، وانتم وظيفتكم كصحفيين تقولوا لنا هذا الكلام هذا، وحنا خص الصدر ديالنا يكون رحب ونتفاعلوا مع الأسئلة ديالكم. لكن هناك مضاربين نعترفوا باش ما يتقالش عاود بانه رحنا بغينا نرميو الكره لشي جانب عن جانب اخر، هناك مضاربين يضاربون في هذه الاسعار وفي هذه المواد، للاسف كنا كنعرفوهم وكنشوفوهم مباينين وكيستغلوا يعني هذه الارتفاعات الغير مفهومه ديال مجموعه من المواد، فاللي طلع لشي بلاصه بغى يبقى فيه، هذا الشيء راه ما غنقبلوش. الحكومه راه غتتبع المواد ماده ماده، وغادي نشوفوا الانخفاضات اللي عرفتها هذه المواد هذه، ولا كان اجراءات الزاميه واجباريه واكثر من هذه اللي اتخذت غادي ناخذوها.